بفضل الله تعالى ومنه وكرمه تقوم مؤسسة سنابل الخير بتوزيع الخير وإغاثة المسلمين في دولة في قارة أفريقيا بكثير من الخير. واليوم ستقوم بتوزيع رز لأهل أفريقيا من الحاجة جميلة سليمان عن روح أموات المسلمين ولية الفرج. أسأل الله أن يحفظها وأن يرعاها وأن يبارك فيها وأن يكتب أجرها وأن يجزل ثوابها وأن يخلف عليها بالخيرات والمسرات والبركات والأرزاق من حيث لا تحتسب، أن يمن عليها وعلى سائر أهلها بالهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يكفيها وسائر أهلها شر الأمراض والأسقام والأوبئة والأدواء، وأن يسبل عليها وعلى سائر أهلها أثواب الصحة والعافية والسعادة، وأن يجعلها في سائر حياتها من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.